الأزمة الأكبر يا شيرين هاني مش إنه بيعرف شخصيته بعد وقت، لا، إنه بيعرف شخصيته بعد اللي بيحصل له خلال هذا الوقت. يعني كتير من الناس مش بتشتري حاجات ولا بترتبط بشخصيات ولا بتكمل في شغلانات علشان هي عايزة كده. لا، هي بتكمل وهي مش عارفة بتعمل ليه. يعني هديكي مثال بسيط جدا. هو إحنا بنشتري باحتياجاتنا ولا بنشتري بمشاعرنا؟ بالاتنين. للأسف ده مش حقيقة. احنا بنشتري باحتياجاتنا، لا، احنا بنشتري بمشاعر، بنشتري اللي بنحبه، بنشتري الموبايل اللي بنحسسنا ان احنا مبسوطين، ونركب العربية اللي بتحسسنا ان احنا راضيين. حتى الناس اللي متجوزين تلتينهم تقريبا لما بنيجي نسألهم انت اتجوزت ليه، يقولك عشان ده المفروض اتجوز. اذا هو مش بيحدد ابدا هو محتاج يعمل الحاجة دي ليه، ولا يقرب من الشخصيات دول ليه، ولا يكمل وسط الناس دول ليه. فبيبدا يتعرف على شخصيته بمبدا صعب جدا ومجهد للغايه اسمه التجربه والفشل، اللي هو التعلم بان انا امارس الحاجه وبعدين اشوف هي بتناسبني ولا لا، وارجع بعد كده اقول لا ده انا شخصيتي مش كده، ما كانش يناسبني ان انا افضل موجود مع الناس دول او في الشغلانه دي مثلا، ولا كان ينفع ان انا ابقى موجود هنا، ولا كان يصح ان انا اكمل في المشوار ده. وهنا بتيجي اصعب نقطه ممكن يمر عليها الانسان. هي مش الصعب فيها الخطوه الاولى، الخطوه الاولى عمرها ما بتكون صعبه. الخطوة الصعبة والمؤلمة فعلا هي خطوة المنتصف. لما تسألي نفسك هو أنا كان صح إن أنا بدأت كده، وهيبقى صح لو توقفت دلوقتي، هو أنا ينفع إن أنا أكمل وأخسر اللي أنا خسرته، ولا أنا كده كفاية اللي خسرته وما ينفعش إن أنا أكمل. في كل حياتنا تقريبا كل الناس أعتقد بتسأل نفسها السؤال ده دكتور. بتسأل نفسها السؤال ده لما تحصل الأزمة. والأزمة أمر تقديري لكل واحد فينا. يعني في حد ممكن حياته تكون بايظة خالص، وهو يعني راضي وبيقول الحمد لله وانا هفضل متكيف، وفي حد تاني بيشوف ان هو يستحق ما هو افضل من ده، مش افضل في الامكانيات ولكن افضل في التقديرات. انواع الشخصيات هي اللي بتختلف في فكرة الاحتياجات.